جميل جدا دكتور، لكن أنا سألتك لأنه كما تعلمون نعيش وما زلنا منذ سنوات، يعني شعوبنا العربية في البلدان المنكوبة عاشت ابتلاءات لا يتحملها إنسان ربما، من صحيح. قتل وتشريد وظلم وخسارة أحبة وغير ذلك. وهنا خليني أطرح لك هذا السؤال، يعني نطرحه بكل الأحوال من أحد المشاهدين، يقول لك: لماذا الشر ينال من الأخيار ويترك الأشرار؟ لماذا الطيبون في هذا العالم هم من يموتون ويقتلون ويعذبون صغارا وكبارا من المسلمين وغير المسلمين؟ لماذا يكون قدر أطيب الطيبين من جميع الأجناس والأديان في أنحاء العالم هم من يعانون ويعذبون ويقتلون؟ ولماذا هم وليس الأشرار من الذين يمكرون ويسرقون ويغتصبون ولا يشعرون بأي أسى أو حزن أو ندم؟ في إشكالية في السؤال طبعا. طبعا، أولا إحنا عندنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالابتلاء هذا ليس عقوبة، الابتلاء قد يكون رفع درجات، الابتلاء تكفير ذنوب، الابتلاء أنت علشان تاخد الشهادة لازم تمتحن، عشان تاخد شهادة الثانوية لازم تمتحن ثانوية، مش هتنفع تاخد شهادة الجامعة وأنت ما دخلتش اختبارات. فربنا أعد للمؤمنين مقاما ومكانا لا يصل إليه بأعماله، ولكن يصل إليه إذا قصر بأعماله أخذه بنوع من الابتلاء، كما قال أحدهم: من لم يدخل إليه بفيوضات الإحسان ساقه إليه بسلاسل الامتحان. فمحبة، يد اللطيف الأخذ، يد اللطيف اللي قالت له إيه؟ كما علمنا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوك يشاك إلا غفرت بها خطاياه. أنت ما تبصش للبلاء، ولكن انظر إلى يد اللطيف سبحانه وتعالى الله. فربما يبتليك ليحفظك. يعني في حديث عجيب قوي، لك إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن، شوف التعبير، إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا، يعني يحميه من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه وهو يحبه. إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه وهو يحبه. لما يبقى عندك مريض والدكتور قال لك ده ما يشربش مية، وهو يقول لك أنا عايز أشرب مية، تقول له كل ما زاد حبك ليه كل ما زاد منعك ليه. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو عايزها، هو بيحميه، بيحبه، كما يحمي أحدكم مريضه وهو يحبه. لأن الله سبحانه وتعالى يعني علمنا إن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة للحيوان. فهو بيجهزك عشان تنجح هناك، وبيجهزك بأنواع من الابتلاء، بتمتحن في الإيمان أصلاً.